بكل فخر بقول هالأردن رفض أن يكون أداة لإيران بتضييق الخناق على المملكة العربية السعودية من خلال حدين. فما يجري الآن هو تهديد للأمن القومي العربي الأردني والسعودي والخليجي. وتخيل معي أستاذ أيمن، يعني أنا بقولها لكل إنسان، بقولها لكل إنسان، يعني أريد أن يتعمق في الحديث، ودائما بظل أقول له حك مخك، بمعنى أنه لاحظ أنت كل القصف الإسرائيلي للقوات الإيرانية ولقوات حزب الله في سوريا لم ترد عليها بإطلاق رصاصة واحدة، ولكن في المقابل هي ترسل الصواريخ وترسل الطائرات المسيرة المفخخة إلى المملكة العربية السعودية، وفي فترات معينة أرسلتها إلى مكة المكرمة، أقدس بقعة للمسلمين في العالم. إذن بمعنى أن الهدف الإيراني ليس إسرائيل. فمن صحيح. يقول بأن حزب الله اللبناني الإيراني، ومن يقول بأن إيران تريد إسرائيل، فلترد على إسرائيل بالمثل من خلال الأرض السورية. لكن كل القتلى الإيرانيين على الأرض السورية، وكل تدمير المصانع وقتل قياداتها وجنرالاتها، وبحب أكد حتى قتل كبار العلماء الإيرانيين على الأرض الإيرانية والجنرالات الإيرانيين على الأرض الإيرانية اللي قتلهم الموساد، لم ترد عليهم إيران بإطلاق رصاصة واحدة، ولكنها في المقابل تهدد السعودية وتهدد الإمارات وتهدد الكويت. وأنا بقول للآن لأشقائنا في الخليج، كل الدول الخليجية هي الآن في مرمى الخطر الإيراني. لا تعتقدوا في لحظة من اللحظات بأن إيران تهادنكم الآن، ولكنها في المستقبل القريب ستجعل منكم العدو رقم واحد. فاحذروا من الآن،